المساواة في الإرث اللي هو أهم مساواة بقات ماهيش جاية. هذا الموضوع احنا حسمنا فيه. أولا يعني يلزم نغيروا أحكام مجلة الأحوال الشخصية. أن احنا ما عندناش راهو علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية. والقول هو أن المرجعية على الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش، مش موجود هذا. أنا اقترح وأنه المساواة في الإرث تصبح قانون، شيء جديد، وهو احنا الدستور هو اللي يحكم فينا توا جديد، وهو السلطة العليا في القوانين. الكاذبون على المدى حداخون. إذا من حكم بالأنظمة الوضعية الملعونة فإنه مشرك بالله وكافر. إن الحكم لله، أي ما حكمه إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا يجب كفر بهؤلاء المشرعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن حلل الحرام المجمع عليه، من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر باتفاق الفقهاء. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن حكم بحكم التوراة والإنجيل واعترض عن ذلك واعترض عن القرآن بهما فإنه مشرك بالله مرتد عن دين الله بإجماع العلماء.